ماذا قالت سيدة عراقية عن المطالب الشعبية بحل مجالس المحافظات؟ كتب عراقيون في صفحاتهم على فيسبوك: لمثل هذا الصوت وغيره من الأصوات الرافضة للظلم في العراق تؤدى التحية في عيد المرأة العالمي الذي يوافق 8 آذار في كل عام. التحية للمرأة العراقية النازحة والمعتقلة والمتظاهرة والأرملة والأم والزوجة والابنة التي فقدت أبا، والزوجة التي فقدت زوجا أو أخا أو أي عزيز. نشاهد ثم نذهب إلى أبرز المنشورات التي كتبت في فيسبوك من مدونين عراقيين. نعم، لأنه حلقة زائدة. نعم، حلقة فاسدة من قبل الحلقات الفاسدة، حتى لأن احنا طالبنا بإدخال التميمي. نعم، طالبنا بإلغاء مجالس المحافظات. نعم، وطالبنا ولعدة مرات. 500 مليار يأخذون مجالس المحافظات، هاي لو يحولوها على العاطلين عن العمل، لو يحولوها على المدارس وبنائها، مو أفضل مما تعطي حلقات زائدة بأضع فقط المحافظ ونائبه كما كان سابقا؟ شنو كل وحدة إلهم حماياتهم وقصورهم، وهم كل اللي دي يسوي يعطلون. يعني شو اسمه، يروح واحد ترفيع مع المعلم أو المدرس ينام بمجلس المحافظة، ليش؟ وبعدين وزارة المالية يقبها على مجلس المحافظة، هو رجعوها مثل قبل التربية ووزارة التربية حتى نعرف من المقصر. ليش أضيع الفساد بين فلان وعلان؟ نحن لن نسكت لأننا عراقيين ونحب بلدنا ودماؤنا فداء له.